نجاح كبير تحققه الدولة في مواجهة الإرهاب ينعكس في تراجع لمؤشر العمليات الإرهابية في جميع ربوع الوطن، لكن ذلك النجاح لا يروق لمنابر الإخوان الإعلامية، فهي تواصل نشر أكاذيبها بشأن الدولة وأداء قوات الأمن التي تعمل على حماية الوطن والمواطن بهدف تشويه صورتها واستكمال المخططات الهادفة لعرقلة عجلة التنمية وجهود محاربة الإرهاب. وبالاعتماد على مصادر مجهلة، يزعم الإعلام الإخواني عمليات قتل وتعذيب لمن سماهم بالأبرياء، وهم في الأصل إرهابيون. معلومات مؤكدة من أحد المصادر اللي على تواصل معانا بيقول إن في عملية قتل وإعدام لمجموعة من الأبرياء المختطفين والمختفين قسريا بقالهم عدة شهور، واللي تم تعذيبهم بطريقة مروعة غير آدمية. إعلام يكشف يوما بعد يوم عن وجهه القبيح بدفاعه عن الإرهاب ومحاولة تصويره في ثوب المظلوم، رغم عمليات ومخططات إرهابية لاستهداف النقاط الأمنية والمنشآت المدنية والعسكرية وإيقاع الخسائر في صفوف المدنيين الأبرياء. الضابط اللي طلع قتل الخمسة دول، مش في ضباط؟ ما هم ضباط قتلوا الخمسة دول، ضميركم مستريح؟ يعني الضابط اللي بيطلع يقتل ده وهو عارف انه مفيش حاجه، يعني بس بيطلع يقتل، هيقتل مواطن من الساده الضباط زي الضابط احمد مش هيتحاسب، فبالتالي اللي هيضرب مواطن او يمسح بكرامته الارض او يغتصبه او يبتزه او يتحرش وينتهك حرمات نسائه فلن يمسه سوء. مصر التي تواجه الارهاب نيابه عن العالم اجمع نجحت بعد حروب شرسه في مواجهه العمليات الارهابيه، وسيبقى إعلام الإرهابية يقلب الحقيقة لباطل والباطل لحقيقة.